يوسف عرف. ايه في سنه كام؟ تاني اعدادي. امتحنت ايه النهارده؟ عربي. الامتحان كان سهل ولا صعب؟ الحمد لله سهل. ما كانش في اي مشاكل في الامتحان؟ ايه؟ ما كانش في اي مشاكل في الامتحان؟ لا الحمد لله. بالتوفيق. يلا احمد مدحت. ايه في سنه كام؟ تاني اعدادي. امتحنت ايه النهارده؟ عربي. الامتحان كان سهل ولا صعب؟ كان سهل. ما كانش في اي مشاكل في الامتحان؟ لا. قولي اسمك؟ زياد ابراهيم محمد. طه حسين. دراسات الصف الثاني الاعدادي. قولي بقى اخبار الامتحان ايه؟ الحمد لله كان كويس وجاد لنا الخريطه سهله يعني، وكان كل الحاجه جوه المنهج يعني. الحمد لله الدنيا كانت كويسه. الحمد لله. قولي الامتحان مثلا مستوى الطالب العادي. مستوى الطالب العادي مثلا هو يعني ممكن يكون مستوى الطالب المتوسط. في اي اسئله وقفت قدامي؟ اي اسئله؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. معتز ابراهيم. تاني اعدادي. قولي كان عندك ايه النهارده؟ عندي دراسات. اخبار الامتحان كان سهل. في اي حاجه ولا لا؟ المنهج الاسئله. كل مصطفى كريم جمال. تاني اعدادي. قولي اخبار الامتحان. كان سهل جدا. طلعت الخريطه كانت سهله. في اي حاجه وقفت؟ انا هبقى جبت كده. لا الوقت كان كافي. قوي. في اي مشاكل في اللجنة وديتك او كده؟ كان سهله جدا. اكتر ماده ايه صعبه؟ ممكن نقول الجبر. ما بحبش الجبر.